بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا محتاجين ورقة وقلم، وغير الورقة والقلم محتاجين ان انت كل كبيرة وصغيرة تقابلها لقيت فيها اي استفسار اكتبه. المحاضرة المفترض من الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة لغاية الساعة 7:30 8:30 هنمشي اوكي. من بعد الساعة 9 هنفتح الأسئلة، يعني ساعة ونص محاضرة ونص ساعة كاملة أسئلة. لو لقينا مفيش أسئلة هنكمل في بقية المحاضرة. جميل، الأمور واضحة. جميل. في البداية معكم ماجد ساق، برحب بيكم في كورس البي اتش ار اي اكزام بريبريشن كورس بالتعاون مع أكاديمية الدارين معهد الدارين للتشييد وإدارة المشروع. نشكرهم الأول على المجهود اللي هم قاموا بيه، مجهود الصراحة يشكروا عليه جدا، ويعني إن شاء الله نستفيد كلنا مع بعض. في البداية حابب أوضح حاجة مهمة جدا. الناس اللي جوه الموارد البشرية، الناس اللي جوه مجال الموارد البشرية، الناس دي تستفيد من الكورس ده ازاي؟ يعني الناس تستفيد من الكورس ده ازاي؟ والناس اللي بره الموارد البشرية تستفيد من الكورس ده ازاي؟ اول حاجة الناس اللي جوه الموارد البشرية تستفيد بيه كالآتي. دايما ناس كتير في اي مجال، سواء مجال الموارد البشرية او التسويق او الهندسة او الطب، اي مجال من مجالات العمل في الحياة، بتقابلنا حتة ان ناس كتير بتقول ده الصح، وناس كتير تقول لا ده الصح، وناس كتير تقول لا ده افضل طريق، وده ناس كتير. فهو شهاده زي دي هي اللي بتدي لك البيست براكتس والستاندر بتاع كل حته وكل تفصيله في مجال الموارد البشريه، وده مهم جدا عشان تبقى انت واثق من كل خطوه بتقوم بيها وكل يعني حاجة بتقوم بيها، وكل خطوة بتقدر انت تنفذ بيها مهمة من مهام شغلك في الموارد البشرية. فبالناس اللي بره الموارد البشرية، وضيف حتى اخيرا الناس في الموارد البشرية، ان الشهادة البي اتش ار اي دي شهادة دولية بتقول ان انت راجل يعتمد عليك في الموارد البشرية، والناس تلجأ لك وانت مرجعية ليهم ومرجعية جيدة، ونقدر نعتمد عليك في الموارد البشرية، مش في يعني بشكل لوكال، لا بشكل دولي، في اي مكان في العالم نقدر نعتمد عليك، لان الشهادة دي بتأهلك ان انت تقدر تشتغل الموارد البشرية في اي مكان في العالم. طب الناس اللي هم مش في مجال الموارد البشرية، الناس دول زي يعني ما لاحظ اغلبهم مهندسين، الناس دول يعني اكيد بتقابلوا عمال، اكيد بتقابلوا ناس. لو اي حد راح يعني راح ياخد ام بي اي في اي مكان، هتلاقي فيه مديول كامل عن الهيومن ريسورس في الام بي اي. فانت اعتبر ان انت بتاخد المديول ده بتاع الهيومن ريسورس في الام بي اي اللي ان شاء الله تاخدها او تكون خدتها، بس بشكل احترافي يفوق الهيومن ريسورس اللي بتاخدها في الام بي اي بمراحل. جميل جميل. غير كده ان اصعب مورد بيتم ادارته على العالم كله هو المورد البشري، والمورد البشري هو اللي بينجح اي مكان، وهو في نفس الوقت اللي بيكون احد اسباب فشل اي مكان. على سبيل المثال، لو احنا قلنا سؤال كده، والسؤال ده ممكن يبقى مطروح للجميع والناس تجاوب عليه، لو احنا قلنا ان شركة كبيرة زي شركة مايكروسوفت، شركة مايكروسوفت حصل فيها كارثة كبيرة جدا. الكارثة دي عبارة عن ايه؟ حريق هائل في شركة مايكروسوفت. الحريق ده اصفر ان شركة مايكروسوفت بالكامل احترقت بكل اجهزتها. هل الخسارة هنا اكبر، ولا الخسارة لو التيرن اوفر في شركة مايكروسوفت تجاوز 70%؟ يعني 70% من شركة مايكروسوفت
المورد البشري بتاعها 70% منه مشي. هنا تكمن أهمية المورد البشري، وهنا تكمن الفرق الشديد جدا ما بين جميل المورد البشري. هنا تكمن بقى أهمية المورد البشري اللي هو نجح مايكروسوفت المورد البشري، واللي هو خلى فيه جوجل، واللي هو اللي خلى فيه فيسبوك، واللي خلى شركات كبيرة جدا يعني بقت على كفاءة عالية جدا، هم ايه؟ المورد البشري. وده ما يمنعش ان المورد البشري محتاج شهادة زي كده عشان ادارته بشكل جيد، وادارته بشكل احترافي، وادارته بشكل فيه حلول وبدائل كتير جدا. انت كخبير في الموارد البشرية او كشخص بتبتدي حياتك في الموارد البشرية، لان الشهادة دي متخصصة شوية للناس اللي لسه بتبتدي، اللي بتستارت، اللي لسه خبرة سنة سنتين ثلاثة، يبقى الموضوع جميل جدا. تمام، هنبتدي. فأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة ايه هي الشهادات العالمية للموارد البشرية على مستوى العالم. ايه هي الشهادات العالمية للموارد البشرية على مستوى العالم؟ اول حاجة هتكلم عنها الـ HRCI. الـ HRCI، الـ HRCI هي Institute للCertifications بتاعت الـ Human Resources، وهو ده أقدم معهد موجود الموارد البشرية على مستوى العالم، الـ HRCI. وكل الشهادات اللي بتعطى على مستوى العالم، ويعني هي مصدرها الرئيسي HRCI اللي هو اللي احنا مركزين عليه ده. جميل، اول حاجة HRCI اللي هو HR Certification Institute. جميل، الجهة المقابلة ليها CIVD. الـ HRCI دي المدرسة الأمريكية في الموارد البشرية، وهي المدرسة اللي هي أكثر شعبية في الموارد البشرية بكتير جدا. طب جميل، CIVD هنا، CIVD اللي هي الناحية الثانية دي، CIVD دي المدرسة البريطانية في الموارد البشرية. بس الـ HRCI بتركز على كل المهارات بتاعة الـ Human Resources. CIVD بتركز بشكل كبير جدا على التريننج والتالنت، يعني مش ما بتجيبش كل علوم الموارد البشريه جوه CIVD. جميل، الناس تسمع عن شريم، ناس تسمع عن HRCD، مش عارفين هو شريم دي جهه مستقله بذاتها و HRCD جهه مستقله بذاتها. لا، شريم اتبنت في الاساس ان هي يعني مكان من الأماكن اللي كانت معتمداها HRCI إن هي تدي الـ Preparation Course بتاع الـ HRCI. الـ Preparation Course زي شهادة الـ GVHR والـ SVHR والـ BHRI والـ BHR والـ SVHRI. كل الشهادات دي كان TRIM هي المسؤولة إن هي بتعمل الـ Preparation Courses ليها. جميل؟ فشريم هنا هي دي مجرد مكان بيعمل preparation course للماتيريال الأصلية اللي موجودة في HRCI، وهي لها الأحقية، وهي أصل شهادات الموارد البشرية، وأنا بعتبرها هي أصل شهادات الموارد البشرية في العالم كله، لأن CIVD يعني تواجدها كماركت شير وكحجم في سوق الموارد البشرية مش كبير. الجزئية الثانية الـ HRCP. HRCP نفس فكرة تريم، هي الـ HRCP. الـ HRCP جهة برضو بتقوم بعمل الكورسز للpreparation courses للـ HRCI، وهي حاليا المعتمدة للـ HRCI. يعني اللي عايز ياخد اي كورس في الـ BHRI والـ SVHRI بالنسبة لنا احنا كناقص مش امريكان يعتمد على الـ HRCI. ليه؟ لان حصل من فترة خلاف ما بين HRCI وما بين شرم. يعني شرم قالت ان احنا يعني كان في خلاف ما بينهم، ووصل خلاف ان شرم قالت يا جماعه انا مش هيبقى لي علاقه بالكورسز بتاعت الاتش ار سي اي، وهعمل انا الكورسز بتاعتي. وفعلا عملوا شهاده SCD والCD، ودي شهادات متخصصه بنفس الميثودولوجي بتاعت الاتش ار سي اي بس بشكل متطور شويه، وفي يعني حاجات اجمل شويه من حيث المعلومات، ومن حيث انهم بيركز على الكومبتنسز
شوية اللي هي الكفاءات. أتمنى أكون يعني الشريحة دي أوجدت لكم كده فكرة عامة عن موضوع الشهادات في الموارد البشرية. تمام. هنبتدي نروح للشريحة التانية. الشريحة التانية دي بتتكلم عن الشهادة اللي احنا بنشتغل عليها النهاردة اللي هي الـ BHRI. طب يا ماجد انت كاتب BHRI وجنبها HRBP، الشهادة دي من شهور قليلة جدا كان اسمها HRBP. الشهادة دي من شهور قليلة جدا كان اسمها HRBP، فهم جم غيروا اسمها وخلوها BHRI. أعلى شهادتين كبراند في الـ HR كلهم موجودين في اسمين، هتلاقي أكتر اسم متكرر الـ BHR، دي أكتر ناس واخدينها على مستوى العالم، يليها الـ SBHR. الـ BHR دي للناس اللي لسه عايزة تبقى سيرتيفايد ولسه بادية في المجال وعايزة تاخد المجال في طريقها، ويعني في الطريق الصحيح بتاعه وفي الطريق اللي هو يخليها تقدر تشتغل في أي مكان في العالم بأريحية كاملة، والناس اللي بتوظفهم في أي مكان في العالم بتوظفهم بأريحية، لأن مش أي حد بيحصل على الشهادة دي. ومعناها معنى الشهادة دي، معنى الشهادة دي إن أنت عندك المينيمم نوليدج في الهيومن ريسورس اللي تقدر أنت يعني تكون فيت فيها بشكل قوي. طبعا احنا قلنا إن ليها التزامات الشهادة دي، إن هي الالتزامات إن أنت المينيمم من سنة لثلاث سنوات، عشان أختصر عليك، من سنة لثلاث سنوات في المجال هم دول اللي بيروح ياخدوا الشهادة. طب ليه الناس مثلا من الجزيرة ما تقدرش تاخدها؟ البراكتس اللي موجودة في الشهادة انت مش هتقدر تستوعبها لان انت ما طبقتهاش بنفسك. طب الشهادة دي متكونة من ايه؟ متكونة من ستة موديولز. اول موديول اللي هو الـ HR Administration، هنلاقي على ايدينا اليمين كده اللي هي فيها BHR Exam، HRI Exam، ماشي. أول حاجة الـ HR Administration 22%، و22% دي معناها إن ده الحجم بتاعها في السكور اللي هو 100%، يعني هي بتاخد كام درجة من 100؟ لو احنا بنعتبر إن السكور 100 بس هو السكور أكتر من 100، بس هو حجمها 22%. يليها Recruitment and Selection اللي هو HR Administration اللي هو إدارة الموارد البشرية، Recruitment and Selection اللي هو التوظيف والاختيار 22%، بعد كده Employee Relation and Communication دي واخدة 20%، بعد كده Training and Development دي واخدة 15%، بعد كده Compensation and Benefits 14%، بعد كده Health and Safety and Security 7%. ده معناه ايه؟ معناها ان انت الست كتب، الست كتب بيقول لك ان انت النجاح طبعا ان انت تعدي 70%، وغير ان النجاح ان انت تعدي 70% ان انت تعمل حسابك ان اهميه كل كتاب في الشهاده يعتبر بالويت اللي موجود ده، اللي هو سواء بقى هنا 22% هنا 22%، بيقول لك ان اهميه الشهاده دي او اهميه الجزء في الشهاده يساوي كذا، وعدد الأسئلة اللي هتيجي من الجزئية دي نسبتها كذا، والدرجات اللي هتبقى جوه الشهادة برضو بنسب النسب. طب قيمة الامتحان المالية هي 275 دولار، 200 دولار بيبقوا قيمة الامتحان و75 دولار قيمة الابليكيشن اللي بتاعك. طيب جميل، انا يعني قبل ما اخش في تفاصيل الكورس بعد ما اخلص الشهادة والحاجات دي كلها، اقف شوية اخد منكم شوية أسئلة، ويمكن اكتر مره هنفتح الاسئله فيها هي ايه هنا النهارده، عشان بس ايه نبقى يعني مترابطين الافكار شويه عشان ما يبقاش في ايه اي معضله. جميل، مده الامتحان بتبقى 3 ساعات وربع. يعني ايه 3 ساعات وربع؟ هو اول ما بخش على الامتحان، الامتحان ده بيبقى من خلال اي مكان معتمد في البروماتريك تيست. طبعا في اميديست في الخليج بيبقى في نيو هورايزون، اي مكان انت لو دخلت على الويب سايت وكتبت بروماتريك تيست هيقول لك في كل دوله ان اي مكان اللي معتمد فيه في اي دوله في العالم، يعني سواء كنت من مصر او خارج مصر انت بتسال بس تخش على موقع بروماتريك تيست زي ما هو مكتوب تحت كده بنفس السبيلنج، تخش على بروماتريك تيست وتقول والله انا عايز اعرف، هو بيحدد لك الدول، بتحدد الدوله
يقول لك ايه والله المكان اللي فيه التيست فين في الدوله دي. مدة الامتحان 3 ساعات، ال3 ساعات دول الربع ساعة دي بتبقى مجرد أول ربع ساعة دي بتبقى بيعلمك طريقة الامتحان، بيفتح لك ويندوز يقول لك والله أنت هتختار إزاي. الامتحان على فكرة مالتي تشويس، يعني لا في كتاب ولا في أي حاجة، أنت كل اللي بتعمله إن هو بيجيب لك أسئلة ويقول لك اختار الإجابة الصحيحة. 170 سؤال كلهم إيه مالتي تشويس، اختيار من متعدد. ربع ساعة الأولانية دي بتبقى عبارة عن إنه بيعرفك طريقة الامتحان، وربع ساعة الأخيرة بيبقى سيرفي هو عامله عن الامتحان وعن الحاجات دي كلها. و طبعا باللغة الإنجليزية الامتحان، ودي طبعا احنا هنشتغل فيها في جروب على الفيسبوك عليه الأمور دي كلها. أنا هحاول أطور الموضوع ده بشكل كبير قوي ونحط ماتيريال هتساعدكم في الموضوع ده بشكل كبير. وعلى فكرة من حسنات الكورس ده انه بيعلي اللانجوج عندك قوي، وبيعلي الترمينولوجيز بتاعت الاتش ار بشكل قوي، باساس ان انت بعد كده يعني لما تسمع اي كورسز في الاتش ار انجليزيه مفيش مشكله، بتلاقي الامور ايه سهله. احنا قلنا متطلبات دخول الامتحان ان انت بتعمل الابلكيشن، ويعني وريت طيب ماشي، اي تخصص يقدر ياخد التدريب ده ويقدر ياخد الامتحان، ما بيشترطش اي تخصص معين. ده المفترض. بس يعني هم اتش ار سي اي نوعا ما في السنوات الاخيره بالذات قال لك لازم يكون عنده خبره بالموارد البشريه، لازم يكون عنده خبره بالموارد البشريه. هو يعني طيب هو من سنه لثلاث سنين بيشترط سنين بس، من سنه لثلاث سنين بيشترط سنين بس. طيب انا هكمل الشريحه دي بعد كده هفتح باب الاسئله. عدد الاسئله 170 سؤال. اول ما بتخلص التيست ودوس اعتماد بيتاكد ان انت خلاص اوكي، لا عايز تراجع اي حاجه تاني، لا خلاص اوكي، بيدوس يقول لك بقى باس ولا نوت باس ولا عايز بالله. طبعا احنا اتكلمنا عن مكان الامتحان، والامتحان بيتعمل مرتين في السنه، مره في شهر مارس ودي لازم تحجز في شهر واحد، مرة في شهر سبتمبر ودي لازم تحجز في شهر 7، يعني قبل الامتحان بشهرين بيبقى آخر مواعيد الحجز بالنسبة لامتحان الـ DHRR. جميل. هنفتح الأسئلة عشان الشريحة التانية هنخش في موضوعات تانية خالص. حد عنده أي استفسار بالنسبة للامتحان وللشهادات والأمور اللي فاتت دي؟ خبرة بالموارد، لازم خبرة بالموارد. الخبرة دي معناها إن أنت اشتغلت، يعني أنت لما بتخش على الأبلكيشن يقول لك قول لي الاماكن اللي انت اشتغلت فيها ايه واشتغلت فيها ايه. طبعا في ناس بتعمل ابلكيشن فيرتشوال، يعني تقول ان انا متخصص موارد بشريه وخدت كذا كذا كذا، وبيحط ابلكيشن مش يعني مش حقيقي، وهم يعني مبقاش في اي ادنى مشكله، يعني ما بيروحش يسال الشركه انت والله كنت فين وخدت ايه. بس طبعا ده ترجع لكل شخص، بس المفترض الشهاده دي معموله الناس اللي عندها خبره من البشريه. الخبره دي خبره عمل، ان الراجل ده اشتغل مينيمم من سنه لثلاث سنوات عشان ياخد البي اتش ار ار، من سنه الى 3 سنوات. ويعني ليه؟ لان هم يجي يقول لك مثلا الريشيوز، مثلا تيرن اوفر ريشيو، انت مثلا المعادلات الحاجات دي في حاجات انت بتقعد تشتغلها بايدك كتير، فالحاجات دي انت مش هتبقى يعني قادر تكنترول عليها بشكل قوي من غير ما انت تبقى ايه طبقتها وشفتها وجربتها وسالت فيها وناس كتير ايه دورت على مشاكلها وسالت وهكذا. ده بالنسبه للخبره. ماشي. مدراء المشاريع وكده، بصوا يا جماعه يعني احنا قلنا متطلبات دخول الامتحان كذا مره، وهنا الساده مديرين الادارات مع كامل الاحترام ليهم، بس هو بي 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 بيركز على ان انت خبرتك في الموارد البشريه. مدير اداره لو 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 الجهه الحكوميه دي جهه اداريه بتعتبر في خدمه. مدراء المشاريع احنا قلنا الدوره دي تنفع اي حد، الخبره اللي انت تاخدها في الدوره دي خبره تنفعك سواء انت هتاخد امتحان أو مش هتاخد الامتحان. ده نقطة. النقطة الثانية،
واحد كاتب أخ محترم، هل تكفي هذه الدورة لتقديم الامتحان؟ الدورة دي بتدي لك المفاتيح اللي أنت تقدر تذاكر بيها وتخش وتجيب السكور المطلوب في الامتحان. جميل. إيه فايدتها المهندس المدني؟ يعني يكفي إن أنت لما هتروح تاخد MBA في موديول كامل اسمه الهيومن ريسورس، أنت من غير الموديول ده أنت ما تقدرش تاخد MBA. ويكفي إنه هيعلي المانجيريال سكيلز لأي مهندس، لأن هيبقى عنده تفكير جلوبال مانجمنت، التفكير إن أنت الإدارة العالمية اللي بتمشي إزاي؟ إيه السيكونس بتاع الإدارة؟ إيه التعامل مع الأفراد؟ إزاي أعمل فريق عمل؟ ازاي ادي بيناليتي؟ ازاي اعمل جيزة؟ وازاي الجيزة ده يبقى صح ولا غلط؟ وازاي اتبع القوانين واجبر الناس اللي حوالينا يتبع القوانين؟ بيديلك حلول كتير جدا لاي واحد يعني يقدر يمشي في الموضوع ده. هو انا كده ظاهر يا جماعه ولا لا؟ الشهاده، بالنسبه للشهاده مجرد ما بتخلص بعدها باربع اسابيع الشهاده بتتبعت لك من الولايات المتحده الامريكيه باسمك، لان انت كنت بتكون مسجل كل البيانات بتاعتك في المكان بتاعك، بتجي لك الشهاده وبتجي لك كل حاجه وكل عشان ان شاء الله. والله بالنسبه لشهاده اكاديميه مفتقه الدارين ان شاء الله من خلال نسب الحضور بيعطوا شهاده. انا هقفل الاسئله، مش هرد على الاسئله بعد كده. حضرتك في شهاده بعد الكورس ده ولا ده تهيئه للامتحان؟ ده تهيئه للامتحان، يعني زي ما الناس بتاخد البي ام بي. هل الكورس اللي بياخدوه في اكاديميه الدارين ده بيدوا له شهاده البي ام بي ولا لازم يخش يمتحن؟ طيب جميل. كده انا للملحوظه بس انا قفلت الشيت. انا مش عارف تقفل ازاي بس انا عملت له مينيمايز. انا قفلته وهنبتدي نركز. كام المده المحدده للتقدم الامتحان بعد الكورس؟ الراوند اللي جاي في ستاندر، يعني اخرك شهر 7 عشان تحجز للكورس. الراوند اللي جاي في ستاندر، يعني اخرك 30/7 عشان تحجز للكورس. اي استفسارات تانية؟ طيب عايزكم اي استفسارات تبقى في اخر المحاضرة. بالنسبة لموعد الكورس، احنا يعني الماده العلميه كبيره وانتوا هتشوفوا لما تخشوا. انا حطيت بس كتاب على الجروب، الناس قالوا ان هو دسم جدا، يعني ده كتاب من 6 كتب. الماده العلميه كبيره، احنا يعني كل بيبقى في تاسكات بعد كل سيشن كده عشان ايه؟ تعرض لكم الفكره، الامور ماشيه ازاي، احنا هنعمل ايه، عشان بس كم المعلومات الكبير ده صعب جدا ان انت يعني تحصره في وقت قليل. انا ممكن اديلك العناوين الرئيسيه اللي تخليك تخش على الماتيريال دايركت من خلال 3 4 محاضرات، بس انا شايف ان ده مش هيبقى افكتيف ان يتعمل لك البريبريشن ان انت تقدر تشتغل بيه بشكل قوي جدا عشان تصل للسكور المطلوب في الشهاده دي. جميل. انا بالنسبه لي الشات كده انا مش شايفه، فانا هكمل. اخر حاجه بس باكد ان مواعيد الحجز زي ما احنا موضحينها كده في شهر مارس، وستاندر ده الامتحان قبلها بشهرين لازم تكون حاجات. تحجز ازاي؟ تحجز من على موقع HRCI، من على موقع HRCI، يعني اللي احنا HRCI اللي ايه اللي موجوده اول ايقونه فوق HRCI، بتخش على الويب سايت بتاعهم وبتبتدي تحجز. جميل. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اول موديول HR Administration. هنبتدي اول موديول HR Administration. هو احنا في اللي فات قلنا ان في 6 موديولز، قلنا ان اول موديول فيهم HR Administration. طب ماجد انت شغال على انهي نو هاو عشان نعرف هل انت شغال على شيرم ولا شغال على HRCD؟ طبعا احنا عرفنا الفرق ما بين شيرم وما بين HRCD. المنهج المعتمد في HRCI في الوقت الحالي هو HRCD. انا بدي لك المنهج المعتمد والماتيريال اللي هم محددينها وبيقولوا ان المفترض الامتحان مش هيطلع من الماتيريال دي. جميل؟ جميل.
أول حاجة بنتكلم عن الـ Human Resource Management. في البداية خالص كنت عايز أركز معاك على حاجة مهمة. علم الموارد البشرية هو علم يعتمد على الفهم بشكل رئيسي، ولا يعتمد على مجرد حفظ إجراءات وتطبيقها، ولا مجرد حفظ لوائح وتطبيقها. هو علم بيعتمد على الفهم والاستيعاب بشكل رئيسي. دايما تكون مركز ان انت بتتعامل مع هيومن از ا ريسورس، بتتعامل مع الانسان كمصدر. كمصدر ايه؟ كمصدر دخل، كمصدر لميزه تنافسيه ما بينك وبين الشركات. في مهندس بيفرق مع شركه، وفي دكتور بيفرق مع مستشفى، وفي خبير تسويق، وفي مدير موارد بشريه بيفرق مع شركه. الناس دول الريسورسز بتاعتك. عشان انت تنجح المانجمنت البروجكت بتاعك او البيزنس بتاعك او الشركه بتاعتك، فلازم. وعلى فكره انا الكلام اللي بقوله ده في كلام بعض الكلام، انا يعني ما بقاش انا كماجد، انا مش مقتنع بيه بنسبه 100%، بس انا بمشي على السيكونس والاسلوب بتاع المنهج اللي هم عايزينه والفكر اللي هم عايزينه يوصلوك ليه بشكل رئيسي. جميل. هتلاقيني بتبع المنهج وبتبع ان انا عايز اوصل لك الفكره الرئيسيه بتاعه المنهج بشكل واضح. جميل. هنبتدي. هي الرولز اللي الادوار اللي بتلعبها الاتش ار في الاورجنايزيشن، ايه هي الادوار؟ يعني سؤال بس، يعني هل الاتش ار لها دور؟ طبعا ليها دور، وليها دور مهم جدا. واحنا كنا سالنا سؤال، السؤال ده ما كنا اتكلمنا فيه، قلنا ايه الفرق ما بين مايكروسوفت اما تيجي تعمل الشركه بتاعت مايكروسوفت كل الاكويبمنت بتاعتها والشركه يحصل الله حريق، وان التيرن اوفر يعلى. قلت انتوا التيرن اوفر طبعا اخطر حاجه، لان من غيرها ولا ماكينه هتشتغل. غير كده ان الاتش ار في الفكر الجديد بقى بيزنس بارتنر، ده بقى شريك، ده بقى يعتبر رقم واحد في الشركه بعد صاحب الشركه، لان كل واحد شغال في الفانكشن بتاعه. لكن مين اللي بيقول على كل الفانكشنز في الشركه والعمل ودايره العمل ودوران العمل والناس اللي بتشتغل هنا وخطوط الانتاج وبيتابع كل ده كموارد بشريه؟ هم الموارد البشريه. مين اللي بيتابع المرتبات؟ مين اللي بيتابع التوظيف؟ مين اللي بيتابع الناس يعمل لها استبقاء ازاي؟ مين اللي بيتابع الناس؟ الهياكل التنظيميه ما بين ادارات متسقه غير متسقه، مين مين مين؟ هنعرف ادوار كتير جدا للموارد البشريه في الوقت اللي جاي. طب جميل. اول حاجه هنركز عليها الدور الاستراتيجي للموارد البشريه. ادوار الموارد البشريه هتيجي تباعا، بس اول حاجه هنركز عليها الدور الاستراتيجي للموارد البشرية. طبعا الموارد البشرية هي اللي بناء عليها هي بارت أساسي في بناء الاستراتيجية بتاعة أي شركة. على سبيل المثال لو احنا قلنا النهاردة يا جماعة احنا هنفتح مصنع للزيوت والصابون، مصنع للزيوت والصابون، لو انا مش عارف احدد عدد العماله اللي مطلوبه في المصنع والمصادر اللي هجيب منها العماله ومين اكفأ مهندسين موجودين في السوق ومين والمهندسين دول مرتباتهم حجمها قد ايه والمرتبات دي هقدر اصرفها بشكل عامل ازاي وايه البنفيتس المزايا الوظيفيه اللي هتتحط وايه الكومبنسيشن وايه التعويضات اللي هتتحط، لو انا مش محدد التفاصيل دي كلها بتاعت الموارد البشريه، وفي حاله ان انا حصل تيرن اوفر والناس مشيت من عندي، ايه البدائل اللي انا اشتغل عليها؟ وفي حاله ان حصل مثلا اي ظرف لناس، مين الورديات اللي هتغطي؟ عدد العماله المتوقع قد ايه؟ التفاصيل دي كلها من غيرها مفيش ولا شركه تقدر تبني استراتيجيه. وهنا بيوضح الدور المهم جدا للموارد البشريه. انا من غير ما يبقى عندي الداتا دي من الموارد البشريه، وهنعرف الداتا بشكل دقيق اكتر في خلال المحاضره النهارده ان شاء الله،
بس من غير الداتا دي انا ما اقدرش ابني استراتيجيه. واتحدى اي واحد يبني مشروع بند بس اللي هو بند الاجور ان ما كانش متحدد ليه، اتحدى ان يقدر يدير المشروع ده ويحدد ربحيته بشكل دقيق. ويمكن بند الاجور ده هو اكتر البنود اللي بتبقى في لبعض اصحاب المال مزعجه، لان هو بند بيستنزف راس المال، فلازم ادارته تبقى بشكل جيد عشان احصل منه على الربحيه بشكل جيد ومناسب للايه؟ للاجر اللي باخده. يعني سؤال، هل الموارد البشريه بتساهم في استراتيجيه الشركه؟ ده سؤال احنا جاوبنا عليه خلال الشريحه اللي فاتت. المفترض ان بيبقى في ديسكشن، يعني ايه؟ مناقشه. انا هفتح كده يعني المناقشه بس في الاخر عن السؤال ده، يعني من خلال سين وجيم احنا هنعملهم، هل الموارد البشريه بتساهم في استراتيجيه الشركه؟ ولازم يبقى ليها الاينمنت، يعني ترابط وتناسق مع الاستراتيجيه. ده ان شاء الله شيء اساسي، ومن غيره الشركه ما تقدرش تعمل الشغل ده بشكل قوي. جميل، هنبتدي نخش على الشريحه الثانيه. كده احنا اتكلمنا بس عن جزئيه مهمه جدا، جزئيه الدور الاستراتيجي، واللي هنخوض فيه بالتفصيل في الشرائح الجايه. بس لازم برضو بجانب الفكر الاستراتيجي اللي يبقى عند الراجل بتاع الموارد البشريه ويعرف دوره قد ايه بيساهم في استراتيجيه الشركه، لازم يبقى عنده الفاينانشال نولج. يعني ايه؟ عنده المعرفه المحاسبيه البسيطه اللي يخليه برضو عارف التكلفه والكوست و و والحاجات دي كلها. جميل، طب دلوقتي هنقول بعض المصطلحات المحاسبيه، يعني دي مجرد بس للمعرفه. وعلى فكره برضو في الامتحان ما بيبقاش لها نصيب، بس هو بيقول لك فاينانشال نوليدج، يعني ايه المعلومات اللي انت لازم تبقى فاهم ان مثلا مصطلح زي مصطلح الاسد ده الريسورسز، الاصول، والاصول دي فيها اصول ثابته واصول متغيره، مش هنخش في التفاصيل. بس انت عندك شركه فيها مكاتب، دي اصول، فيها سيارات، دي اصول. الاصول بقى سواء اي شيء بقى يعني موجود في الشركه هو اصل، اصل بيساوي قيمه. جميل، في بعد كده اللي هي الالتزامات، الالتزامات اللي على الشركه، الالتزامات اللي على الشركه. بعد كده الاكويتي، الاكويتي دي اللي هي الملكيه، الملكيه بتاعتك انت، الملكيه بتاعتك انت. والملكيه دي بتيجي من ايه وتتضح من ايه؟ ان انت تخصم الاسيت من الليابيلتيز، يعني تشيل الالتزامات اللي عليك من الاصول اللي عندك، تعرف الناتج بتاعها ايه، هي الملكيه الفعليه بتاعتك. الانكم هنا اللي هو الدخل، الانكم اللي هو الدخل، الدخل بالزياده، يعني كل ما يزيد عن القيمه، يعني الدخل اللي موجود في الشركه. يعني مثلا الشركه دي اللي فاتت مليون جنيه، فالمليون جنيه دول كل بيجي لي كل يوم مثلا 20 30، كل اللي بيخش ده ايه؟ ده اسمه الانكم، الدخل. والدخل ده طبعا ليه تفاصيل كتير جدا من حيث الارتفاع والهبوط والحاجات دي كلها مش هنخوض فيها. بعد كده الاكسبنسز اللي هي المصروفات، المصروفات اللي انا بصرفها عشان الـ يعني الكيان يبقى، وعشان عجله الانتاج تستمر، وعشان حاجات كتير كده. هي بس دي مصطلحات عشان تبقى انت فاهم يعني ايه الاسيتس، يعني ايه الليابيلتيز، يعني ايه الايكويتي، يعني ايه الانكم، يعني ايه الاكسبنسز. لان المصطلحات دي يعني ممكن تلاقيها فيما بعد في بعض المصطلحات المحاسبيه، هتبقى سهله عليك وتبقى ايه واضحه باذن الله. طب الجزئيه اللي بعد كده الفاينانشال ستيتمنت. الفاينانشال ستيتمنت دي يعني جزئيه مهمه جدا ولازم نركز عليها بشكل دقيق جدا. طبعا يعني الفاينانشال ستيتمنت دي بتتقسم، هم حاطينها هنا لثلاث حاجات، بس هي الاصل اربع حاجات. اول حاجه دي الشكل، الفاينانشال ده الشكل
اللي انت منه بتتابع كل الحاجات اللي موجوده، كل الحاجات اللي موجوده في الشركه محاسبه. سؤال بس اتسال دلوقتي، ايه الفرق بين الالتزامات والمصروفات؟ الالتزامات دي انا دلوقتي شركه شحن متعاقد معاها، الشركه دي بتشحن لي بمعدل شهري مثلا بمعدل 10,000 جنيه القيمه اللي بتاخدها. لكن المصروفات دي اللي انا بصرفها بقى، المصروفات دي اللي هي مصروفات ايه؟ المكن عندي محتاج كذا، العمال محتاجين بساط و و والحاجات دي كلها، دي مصروفات. لكن الالتزامات دي بتبقى التزامات لجهه، تبقى التزامات لجهه تانية. جميل. نرجع تاني الفاينانشال ستيتمنت. في اول حاجه البالانس شيت. البالانس شيت ده هو عباره عن ايه؟ بيبقى مكانين بيتضح فيهم حاجتين، جزء بيتضح فيه الاسيتس اللي هي الاصول، والجزء الثاني الليابيلتيز اند والايكويتي اللي هي الالتزامات والملكيه اللي موجوده للشخص. بعد كده الانكم ستيتمنت بتبقى فيها ريفينيو ربحيه ماينس الكوست اللي هي التكلفه. بعد كده الكاش فلو ستيتمنت ده اللي بيتراك الكاش، بيشوف الكاش رايح فين وجاي منين. وطبعا الاخر واحده اللي هي مش مكتوبه هنا، اللي هي الستيتمنت المسؤول عن الشير هولدرز ايكويتي، عن الشير هولدرز ايكويتي اللي هم الناس اصحاب المال، الناس اصحاب المال. جميل. طبعا انا مش عايز اخد في تفاصيل، لان احنا هنا مش يعني ما بنتكلمش عن المحاسبه، احنا بنتكلم بس يا جماعه يعني ايه، نوضح بس المفاهيم، مفاهيم بس عن عن الفاينانس وكده، نبقى بس عارفين بيها واوير بيها. جميل. جميل. طيب ماشي، هنعيد الشريحه دي تاني. انا دلوقتي واحد رايح شركه وعايز اعرف الشركه دي كسبانه ولا خسرانه، والشركه دي معدل الانتاجيه فيها ماشي ازاي، والشركه دي والله ماشيه على الطريق الصحيح ولا على الطريق الخاطئ بالنسبه لشغلها وللبيزنس اللي هي شغاله فيه. اول حاجه بروحها، هل بروح للاتش ار ولا بروح للانتاج ولا بروح للمشتريات؟ لا، بروح للناس بتوع الحسابات، بقول له والله هات لي الميزانيه بتاعت الشركه، الميزانيه بتاعت الشركه، الفاينانشال ستيتمنت اللي هي الحاله الماليه بتاعت الشركه دي بتوريني، والله يوريني كده انت عندك التزامات خارجيه اكتر من اللي انت بتمتلكه، عندك بعرف ده، بعرف من البالانس شيت والله الديون اكتر ولا الملكيه اكتر، بعرف من الانكم ستيتمنت ان الربحيه اعلى ولا اقل، بعرف من الكاش فلو معدل الكاش اللي موجود. وعشان ما اخدش في تفاصيل كتير، لان ممكن ناس كتير هنا مش اوير بالحسابات، بس هو عايز يقول لنا ايه هنا؟ عايز يقول لنا لازم يبقى عندك بس معرفه. هو في الاول بيقول فاينانشال نوليدج، هو بس اللي بيركز عليه الايه؟ هو اللي بيركز عليه ان انت تبقى فاهم يعني ايه فاينانس بشكل بسيط جدا. ليه بقى؟ عشان جزئيه مهمه جدا هو عايز يوصل لها، ان الاتش ار بيشارك في البادجت. يعني ايه الاتش ار بيشارك في البادجت؟ طبعا كل سنه الشركه بتعمل بادجت السنه. انا لو كاتش ار مش فاهم البادجت دي بتتعمل ازاي وبتوصل ازاي والحاجات دي كلها، انا مش هقدر اديهم الداتا الصح وابقى مشارك معاهم بشكل كبير جدا. على سبيل المثال
تاني جزئية البالانس شيت هي بتقول لك ايه؟ البالانس شيت الاسيسمنت والفاينانشال بوزيشن دي بتوضح لك الوضع المالي للشركه من خلال تقرير. التقرير ده بيوضح لك فيه الاصول والالتزامات والملكيه في وقت محدد، في وقت محدد، تمام؟ تمام. انا بس اديت فكره، واحنا هنا يعني تعليمنا مش تلقين، احنا هنا الكورس هنا مش للتلقين، الكورس هنا عشان احنا بنفتح ابواب انت ما عليك انك تجتهد وتقرا بس قراءات بسيطه والامور كلها هتبقى ان شاء الله ممتازه. بعد كده الجزئيه المهمه جدا اللي احنا حابين نركز عليها النهارده، الجزئيه دي من اكتر الجزئيات، يعني اعتبروها ان اسئله كتير في الامتحانات بتيجي في الجزئيه دي بالذات، الشريحه دي بالذات. فلو انت حابب تسجل اول شريحه، لازم الشريحه دي اول شريحه انت هتبتدي تقول الشريحه دي جايه في الامتحان دايركت، هي دي اول شريحه. جميل. ايه هي الوظائف الرئيسيه للاتش ار؟ الميجور اتش ار فانكشن. اول وظيفه الستافنج. الستافنج ده بيتم فيه ايه؟ ده اللي بيتم فيه الستافنج ده اللي هو مسؤول عن عمليه التوظيف بشكل كامل. فبيتم فيه الهيومن ريسورس بلاننج، التخطيط بتاع الهيومن ريسورس. بيتم فيه الريكروتمنت، التوظيف. بيتم فيه سيلكشن. ماجد يعني كده الستافنج ده ثلاث حاجات؟ ثلاث حاجات. طب كل حاجه منهم فيها تفصيل؟ فيها تفصيل. طب التفصيل هنحصل عليه امتى؟ التفصيل هنحصل عليه يعني في الكورسات اللي بعدين. يعني انت من خلال الوظائف السبعه اللي موجودين في الشريحه دي انت كده تمكنت من اغلب ادوات الموارد البشريه من خلال معرفتك بالسبعه السبع وظائف دي. غير كده ان انت هتقدر يبقى عندك ستاندر للفانكشنز اللي انا وانا باسس موارد بشريه لازم ايه الحاجات دي تكون ايه موجوده عندي. ودي نقطه مهمه جدا. فاحنا كده اتكلمنا عن الستافنج عباره عن الهيومن ريسورس بلاننج والريكروتمنت والسليكشن. الفروق دي توضح فيما بعد. بس الجزئية دي في الكتاب اللي موجود على الجروب، احنا الماتيريال رفعناه على الجروب بقالنا كذا يوم. الكتاب اللي موجود على الجروب هتلاقي الجزئية دي فيها تفاصيل طويلة بالنسبة للجزئية. بعد كده الـ performance evaluation. طب ليه هو حط الـ staffing في الأول وما حطش مثلا training؟ ما حطش مثلا الـ compensation؟ ما حطش أي حاجة من الحاجات دي؟ دي جزئية مهمة جدا. أنا من غير ما يبقى عندي موظفين أنا لا هعرف أعمل بيرفورمانس ولا أدي كومبنسيشن ولا أعمل تريننج، ومين اللي موجود عشان أعمل منه ريليشن؟ وهعمل سيفتي وهيلث وسكيورتي لمين؟ فلازم أول خطوة وأول حاجة ويمكن من أهم الفانكشنز اللي موجودة في السوق اللي بيحتاجوها بشكل كبير هي الريكروتمنت. ولذلك الستافنج اللي هو اللي احنا بنقول فيه بيتم ثلاث حاجات، البلاننج الاتش ار بلاننج والريكروتمنت والسليكشن، من اهم الحاجات في الموارد البشريه اللي احنا بنركز عليها بشكل كبير جدا. بعد كده الجزئيه اللي بعديها البرفورمانس ايفالويشن. انا عينت موظف والموظف ده عايز اعرف هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ هيستمر معايا ولا مش هيستمر معايا؟ المرتب بتاعه بيديني قصاده عمل بشكل دقيق ولا لا؟ البرفورمانس ايفالويشن هو اللي بيديني السبورت ده. بيديني السبورت ان انا والله اختيار التوظيف ده كان جيد ام غير جيد. هو البرفورمانس ده احد الادوات. بجانب ان بناء على البرفورمانس انا بقدر اكمبنسيت الشخص واديله البنفيتس بتاعته واعمل البروموشن بتاع الترقيات والحاجات دي كلها
بناء على البرفورمانس وهخش في التفصيل بتاعته بعد كده. الجزئيه الثالثه الكومبنسيشن اند بيتس، يسموها الاجور والمزايا او المزايا والتعويضات، بس هي مزايا وتعويضات. مزايا وتعويضات. كومبنسيشن دي التعويضات والبنفيتس اللي هي المزايا. جميل. الكومبنسيشن والبنفيتس، هل لو انت بتاخد مرتبك، هل لو انت بتاخد مرتبك زيك زي اي حد في الشركه، زيك زي اي حد في الشركه، هيبقى الوضع جميل ولا الاجمل ان انت والله بناء مثلا على ان انت في قسم فلان بتعمل شغلانه صعبه فليك حافز كذا، بناء على ان انت مثلا شركتك بتنافس الشركات الثانيه اللي فيها بنفيتس اعلى، ان بيدولك مثلا بدل للمدارس، بيدولك مش عارف ايه، بيدولك الحاجات دي كلها. جميل. فهنا في الكومبنسيشن بنفيتس دي الجزء المالي بتاع الموارد البشريه اللي احنا بنقدر نعمل بيه استبقاء، نعمل بيه استبقاء. فبالنسبه لنا الكومبنسيشن سواء البنفيتس اللي هي امتيازات، حوافز، مزايا، تعويضات، وات ايفر الاسم، بس هي بتأدي وظائف مهمه جدا. الاستبقاء للكوادر في الرضا الوظيفي، بان انت تقدر انت تستغلها في الموتيفيشن بتاع الناس والتحفيز بتاع الناس، تقدر تشتغلها في حاجات كتير جدا. جميل. بعد كده التريننج والديفلوبمنت، انا راجل وظفته وقيمته واديته حقوقه الماليه، لقيت عنده مشكله. طب المشكله دي هعالجها ازاي؟ هعالجها من خلال التريننج اند ديفلوبمنت، هعالجها بالتدريب. التدريب ده هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه حاجتين. في الموظف الجديد ده اللي بيعمله الاندكشن كورس و و والحاجات دي كلها، وفي بقى الموظف اللي موجود الحالي ده اللي بشتغل على تطوير و و والحاجات دي كلها. وطبعا الموظف الجديد ممكن ما يكونش عارف شغله او 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 الحاجات دي كلها، او مش عارف طبيعه الحاجه، فبيبقى فيه اون جوب تريننج، وبيبقى فيه الحاجات دي كلها. فالتريننج ده التدريب من الحاجات اللي برضه بتيجي عليها اسئله كتير جدا في الامتحان. هو يعتبر الشريحه دي رئيسيه قوي بالنسبه لمحاور الامتحان بشكل كبير. بعد كده الامبلوير ريليشن، اللي هي علاقات العمل. دي يعني طبعا هتاخدوا فيها حاجات فيها بعض الاساليب الامريكيه شويه بالنسبه لعلاقات العمل، وفيها بعض النظريات اللي ممكن ما تتوافقش الشرق الاوسط عندنا، بس انت لو انت تقدر انت تاخد كل الحاجات دي وتقدر انت تتيلر وتفصل اللي تناسب بيئه العمل عندك. الجزئيه اللي تليها سيفتي وهيلث اند سكيورتي. طبعا يعني ناس زمان، الكلام ده كان في حوالي 2006، ناس كتير كانت من الاتش ار بتروح تاخد شهاده الاوشا. الاوشا دي كانت شهاده في السيفتي متخصصه. طب ليه الناس بتاعت الاتش ار بتاخدها؟ لان كان من ضمن العوامل المهمه جدا ان اي واحد شغال في الاتش ار اللي يبقى فاهم يعني ايه سيفتي، يعني ايه هيلث، يعني ايه سكيورتي. السيفتي والسكيورتي كانت الاوشا دي مسؤوله عنهم بشكل كبير جدا. نرجع تاني لجزئيه الامبلوير ريليشن. الامبلوير ريليشن دي اللي هي من ضمنها قانون العمل، من ضمنها العلاقات بين الموظفين، من ضمنها الاتحادات العماليه، من ضمنها حاجات كتير جدا هناخدها في جزئيتها. بس هي بتوضح لك يعني هي بتعمل جازرنج الانفورميشن اند هيلبنج تو بريبير ذا كامباني. يعني هي بتجمع المعلومات اللي بتساعد الشركه ان هي تبقى ماشيه في الاطار القانوني بالنسبه لعلاقات العمل. قانون العمل الامريكي لا وجود له، لان الشهاده دي معموله زي ما احنا قلنا بي اتش ار اي. بي اتش ار دي الشهاده المعروفه، الاي دي محطوطه انترناشونال، ماشي؟ فالانترناشونال دي معناها انه ما بيحطش اي قوانين عمل امريكيه او غير امريكيه. معلش لو انا برد على الاسئله في نفس الوقت، بس ممكن الاسئله دي تكون اسئله لناس كتير،
خلينا بس ماشيين بالشكل ده المحاضرة دي، المحاضرة الجاية نبقى مركزين أكتر في المواد العلمية. وأنا كنت متوقع إن هيبقى فيه أسئلة كتير، ولذلك أنا مش عايز أقفل الأسئلة، ولذلك أنا فاتح الشات وبتابع أول بأول بكل معلومة أنت بتحتاجها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. دلوقتي آخر حاجة بقى الـ HR Research. الجزئية دي يعني أنا مش هقولها تحدي، بس صعب وجودها بشكل كبير في واقع الموارد البشرية في الميدل إيست أو في الشرق الأوسط. ليه؟ لأن ده واحد بيجي يشتغل على تحليل المنظمة بشكل دقيق وعلمي، بشكل دقيق وعلمي، عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل improving الافكتيفنس بتاع المنظمة، تطوير وتحسين وتنمية الفاعلية بتاعت المنظمة. بيقعد يحلل كل كبيرة وصغيرة في المنظمة. يعني مثلا قرار طلع في المنظمة زيادة الأجور بنسبة 20%، يبتدي هو ياخدها الراجل بتاع الـ HR Research ده، والله هي الأجور زادت ب 20%، جميل، تعال بص بقى على الإنتاجية، تعال بص على الساتسفاكشن الرضا، تعال بص على معدلات التيرن اوفر الناس اللي بتمشي، تعال بص 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 بص. فبيقول لك قرارك ده إن أنت زودت العمال 20% ده أثر في الشركة إيجابا ده قد إيه؟ وثلاثة سلبيات قد إيه؟ وممكن برضو القرار ده يكون عكسي، بمعنى ان انت زودت 20% في حين ان اكتر منافس ليك في نفس المجال زود العمالة عنده 40%. وهو يحلل هل ال 20% دي كانت كافية ولا كان لازم نمشي مع المنافس ونزود ال 40%. ده اللي قاعد بالمطبخ بتاع الموارد البشرية قاعد يطلع لك القرارات. بشكل كبير الناس اللي شغالة في الاو دي، ودي فانكشن جوه الاتش ار او الاورجنايزيشن ديفلوبمنت، هي الحته دي اللي بتبقى معنيه عنهم عندهم بشكل كبير. بقى كده احنا خلصنا الشريحه اللي بنسميها شريحه ثقيله شويه وفيها تفصيل كبير، بس الحمد لله احنا خلصناها. اي اسئله بعد الشريحه دي؟ ان احنا هنخش على جزء مهم. اي اسئله؟ الاو دي اللي هي organization development. جميل. كل الماتيريالز خشوا على الجروب بتاع الفيسبوك، كل الماتيريالز اللي احنا هنشرحها هنا هتلاقوها موجوده على الجروب بتاع الفيسبوك، بجانب ان الدسكشن والمناقشات مفتوح طول الاسبوع اللي بعد المحاضره، تسالوا في كل كبيره وصغيره. فلذلك انا من المحاضره الجايه موضوع الاسئله التطوير التنظيمي داخل الكورس، التطوير التنظيمي الاو دي داخل الكورس، عشان بس يبقى الايه، والكورس ده مناسب لاي حد بيبدا في المجال، واي حد شغال في المجال، واي حد خبير في المجال. احنا النهارده فاتحين باب الاسئله والدنيا تمام، بس كده كده انا عامل على جروب الفيسبوك مفتوح المناقشات، مفتوح الاسئله 24 ساعه، تقدر انت تصل لاي شيء من خلال الجروب ده. وانا يعني بشكل شبه لحظي انا متابع الجروب ده بنفسي بشكل دقيق جدا. جميل. انا اي اسئله بقى في النهايه الكورس ده يفيدني او الحاجات دي انا مش جاوب عليها، انا جاوبت عليها بما فيه الكفايه، انا جاوبت عليها بما فيه الكفايه، عشان انا برضو ملتزم بوقت وماتيريال، عشان ما اقدرش ازود محاضرات عن العدد ده، عشان بس ايه يعني اعملوا حساب ان في رمضان وفي حاجات كده ومع فروق توقيت. احنا ان شاء الله نسال ربنا عز وجل ان العمل ده بنتقرب ليه لله عز وجل عشان يتقبل منا رمضان. جميل. الشريحه اللي بعد كده، الشريحه اللي بعد كده دي، الشريحه دي بسميها شريحه المعلمين. يعني ايه شريحه المعلمين؟ ليه بتقول الكلمه دي يا مجد؟ الكلمه دي انا بقولها لحاجه مهمه جدا جدا جدا. فهمك للشريحة دي
هيغير من طبيعة أدائك ودورك وقراراتك وتفكيرك ومخرجاتك ومدخلاتك في كل مهام الموارد البشرية. وعودة يا ماجد، الشريحة دي صعبة أوي للدرجة دي؟ هي مش صعبة، الشريحة مش صعبة، بس استيعابك ليها وتطبيقك بيها على أرض الواقع هو ده اللي محتاج منك شغل. جميل؟ في البداية أنا كنت عايز أشاور على حاجات، هل السهم اللي أنا بحركه ده اللي هو بتاع الماوس ده ظاهر عندكم ولا في سهم تاني؟ طيب لو حد من الدعم الفني بس يقول لنا، معلش ده أول محاضرة فيها كل التجارب، يعني أنا عايز أركز. طيب ماشي، مفيش سهم. جميل. طيب أنت دلوقتي هنعتبر إن الدايرة دي، طب الدايرة دي أنت شايفينها؟ الشكل اللي أنا برسمه ده موجود؟ طب جميل. شايفين الدايرة دي؟ الدايرة دي يعني أنت يعني سيبك من الشكل ده. الشكل ده إحنا مش هنشرحه بشكل دقيق هنا. الدايرة دي اسمها الكوربريت استراتيجي. دي اسمها ايه؟ الكوربريت استراتيجي، استراتيجيه ايه الشركه في الدايره دي. جميل. طب استراتيجيه الشركه دي هي ايه؟ تعالوا يلا نختار شركه، يلا مفتوحه، اي حد يكتب لي اي اسم شركه وهنطبق عليها الموديل ده. قابل. جميل. خلاص 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 خلاص، هي واحد قال قبل. جميل. ولو ان تويوتا احلى لان فيها الدايره، المقاولين العرب، تحياتنا للمقاولين العرب. طيب شركه ابل كانت استراتيجيتها ان هي تبقى يونيك وفريده من نوعها في المجال بتاعها. فدي الكوربريت استراتيجي، ان انا عايز اعمل بيزنس فريد من نوعه، في سوليوشنز قويه وقوي في البيزنس، وغير كده ان ابل بتركز على الهاي تكنولوجي، على الهاي سوليوشنز، على ان انت مش اي حد يستخدم الابل، ان انا الراجل اللي بيستخدم الابل ده موظف، يعني ده شخص غير طبيعي، ده شخص الحياه بالنسبه له سهله، ده شخص ودايما ده الاستراتيجي، ده الكونسبت، ده المفهوم اللي هو بيركز عليه عشان يعمل الاستراتيجيه بتاعته. يعني ايه؟ يعني الكوربريت استراتيجي identify what business we are and should be and provide guidance for managing and allocating the resources to district business units. الله، هي بتعرف ايه هو البيزنس وايه اللي لازم يكون فيه عشان تحط الطريق والدليل اللي اقدر اعمل بيه المانجنج والالوكيتنج لايه؟ مانجنج والالوكيتنج للريسورسز، المصادر اللي عندي عشان انزلها لايه؟ للبيزنس يونت. جميل. يبقى احنا كده اول حاجه الكوربريت استراتيجي بتعمل ايه؟ بتعرف البيزنس، ايدنتيفاي البيزنس، وبتبروفايد الجايدنس، الدليل اللي انا همشي عليه، بتقول لي والله انت هتمشي في الطريق ده او الطريق ده. فكده ده الكوربريت استراتيجي. نعمل بقى كاسكيدنج وننزل. انا مش قادر اجاوب، اعيد تاني في اي جزئيه، تقدر ترجع للجروب، الجزئيه اللي انت حابب تعيد فيها او تاخد فيها تفصيل، ارجع الجروب وقول والله الجزئيه دي انا محتاج فيها تفصيل، هتلاقي تفصيل يرضيك وزيادة. جميل. اتفقنا؟ يبقى كده خلصنا الكوربريت استراتيجي. جماعة تاني الكوربريت استراتيجي، استراتيجية الشركة، ماشي؟ استراتيجية الشركة بتقول ان انا هبقى رقم واحد في مجالي، في مجال
الموبايل او في مجال اللابتوب او في اي مجال. انا دي الكوربريت استراتيجي، ان انا بشتغل عشان اوصل لكذا، دي الكوربريت استراتيجي بتاعتك، دي الميشن الرئيسيه اللي انت شغال عشان تحققها. بتعمل ايه؟ بتايدنتيفاي البيزنس، بتحدد البيزنس اللي انت عايزه، غير كده ان هي بتبروفايد الجايدنس، بتحط لك. هي مش الميشن يا جماعه، هي مش الميشن، مش الاستدوره جايه شويه ونظر شويه نلاقي لكم كفايه اسئله عشان بس ايه اقدر اوصل لكم الفكره. الموضوع مش موضوع تقليدي زي ما انتم بتقولوا، ماشي. انا مش عايز اقفل الشات، انا مش عايز اقفل الشات عشان دي اول محاضره. المحاضرات الجايه كل الاستفسارات اخليها على الجروب، اكتبها في ورقه. وانا قلت قبل ما ابتدي اكتب كل استفساراتك في ورقه على الجروب، وانا هجاوبك عليها بما يفيدك وزيادة. فانا جميل خلاص خلاص، بناء على طلبكم انا قفلت الشات، جزاكم الله خير. سمعت شوية. بعد كده البيزنس استراتيجي او البيزنس يونت استراتيجي، انت بتعمل كاسكيدنج، بتنزل الكوربريت استراتيجي دي للبيزنس يونت استراتيجي. فبتركز على ايه؟ بتركز على ان انت بتوضح الكي ريسورسز، ايه هي المفاتيح اللي تدي لك الكومباتيتيف ادفانتج، الميزه التنافسيه. يعني في ايه؟ في الارياز بتاعت الكوست او الديفرنشيشن. يعني مثلا انا البيزنس بتاعي في شركه سامسونج مثلا، اركز على جزئيه المحمول. جزئيه المحمول هنا الميزه التنافسيه ايه؟ الكوست ليدرشيب، ان انا بنافس بالتكلفه. طب اضف الى ديفرنشيشن الاختلاف، ان كل الموبايلات ما فيش فيها اقلام، انا الموبايل بتاعي اللي فيه اقلام. الموبايلات ما فيش فيها كذا، انا الموبايل بتاعي اللي فيه كذا. كل الموبايلات صعب شيء، انا فبيعمل اختلاف ويعمل على الـ على الـ على الكوست، على التكلفه. غير كده ان في البيزنس يونت استراتيجي انت بتبروفايد ايه؟ البلان. البلان دي اللي بتعمل اوبجكتيفز تقدر تشتغل بيها تحت بقى. انزل بقى الار ان دي استراتيجي. يعني على سبيل المثال في الار ان دي استراتيجي، انت بتقول مثلا شركه زي شركه ابل اللي احنا شغالين عليها، شركه ابل لو ما كانش عندها ار ان دي وبتطور منتجاتها يوم بعد يوم، كانت وصلت ان هي بقت شركه ايه؟ شركه نوكيا اللي اختفت من الوجود بعد ما كانت بتسود العالم كاملا. جميل. فالار ان دي، الار ان دي اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هو البحوث والتطوير، دول اللي مسؤولين عن البحث عن مستقبل الشركه في البيزنس، المنتج، بتطور المنتج، بتطور الافكار، بتطور خطوط الانتاج عشان يبقى وقت اقل وتكلفه اقل، بتطور الخامات عشان الخامات يبقى معدل هدرها اقل. ده اللي بتشتغل عليه بشكل كبير جدا الار ان دي استراتيجي. غير كده ان فيها تفاصيل كتير هنقولها في بعد. بعد كده الاوبريشنز استراتيجي، العمليات اللي هشتغل بيها في البيزنس همشي بيها ازاي، العمليات اللي انا هشتغل فيها في البيزنس همشي بيها ازاي. بعد كده السيلز اند ماركتنج استراتيجي، وانا اخش السوق ده اجريسيف بعمق، ولا اخش سلولي بات شوري، ولا همشي ازاي السوق والمبيعات بتاعتي همشي فيها ازاي. بعد كده اخر جزئيه الاتش ار استراتيجي، العمال بقى والموظفين، الناس اللي هيشتغلوا الاستراتيجيه دي كلها في الار ان دي وفي الاوبريشن وفي السيلز والماركتنج هيعملوا ايه؟ وهيشتغلوا ازاي؟ هنا دور كل واحد الار ان دي ان يبقى ماشي مع الايه؟ الكوربريت استراتيجي والبيزنس يونت استراتيجي، يبقى اونلاين معاه.
لو هم ماشيين كوست ليدرشيب كاستراتيجيه، يبقى انا في الار ان دي بدور ان انا اخفض التكلفه، يبقى الكوربت استراتيجي والبيزنس يونت استراتيجي. الار ان دي بيشتغل معاه ازاي؟ اهو من تحت اهو، هيشتغل لغايه فوق ازاي؟ هيشتغل بالشكل ده، ان هو كار ان دي يا الله يا جماعه والله انا يعني هشتغل بالشكل ده. اطلع الاول لازم اكون الاين مع البيزنس استراتيجي اللي هي ايه؟ بتالاين مع الكوربريت استراتيجي. يعني لو احنا بنقول السوق بالتكلفه، انا همشي بنفس الفكر. طب الاوبريشن استراتيجي لازم برضه تالاين مع البيزنس استراتيجي اللي هي اوريدي الايند مع ايه؟ مع الكوربريت استراتيجي. نفس الكلام السيلز والماركتنج، نفس الكلام الاتش ار، كله بيالاين مع الكوربريت استراتيجي من خلال انه بينزل ايه؟ للبيزنس يونت استراتيجي. فلو مثلا الكوربريت استراتيجي انا بنافس بتكلفه المنتج، يبقى التكاليف الاجور ما تبقاش عاليه، السيلز والماركتنج ما تبقاش عاليه، تكاليف الاوبريشن ما تبقاش عاليه. جميل؟ اتمنى ان الشريحه دي تكون وضحت. على فكره الشريحه دي بسيطه، وهي اللي بتوضح لك الكونسبت الرئيسي او المفهوم الرئيسي اللي احنا عايزين نوصل له بفكر الناس اللي بتشتغل في الاتش ار. لازم يبقى عندهم الفاينانشال باك جراوند، لازم يبقى عندهم الاستراتيجي باك جراوند، اللي تكون مهمه جدا ان الشخص ده ما يقعد قدام مدير الشركه بيقول الكلمه ويدي الحل، يقول الكلمة ويدي الحل. جميل جدا. الجزئية اللي بعد كده هي جزئية برضو من الأجزاء المهمة جدا. الـ HR Practice بشتغلها من خلال إيه؟ الـ Organizational Capabilities اللي هي بتخليني إيه؟ أشتغل بشكل قوي على الـ Business Strategy. يخليني اشتغل بشكل قوي على البيزنس استراتيجي. والكونسبت بتاع الاورجنايزيشنال كابابيلتيز دي اكسبلين ايه؟ هاو هيومن ريسورس براكتس كونتريبيوت تو افيرمز بزنس استراتيجي. يعني هنا بيقول لي الكابابيلتيز بتاعت الاورجنايزيشن بتوضح ازاي الهيومن ريسورس بتشارك وتساهم في بناء وتشارك في استراتيجية الشركة. جميل. بعد كده هنخش على الشريحة اللي بعدها الـ HR Policies. ودي جزئين من الأجزاء اللي برضه نقول عليها هتيجي في الامتحان. بالنسبة للناس المعنية بالامتحان الـ HR Policies من الحاجات اللي هتيجي في الامتحان. طب الـ HR Policies دي ايه هي؟ هي سياسات الموارد البشريه، وغالبا بتبقى هي سياسات الشركه. يعني سياسات الشركه بتديليفر من خلال الموارد البشريه. طيب بتخدم عليها وبتركز عليها؟ بتركز على ثلاث محاور رئيسيه. اول حاجه ان هي بتحل المشكلات وتوضح ايه القرارات اللي بتحصل بكل مشكلة تحصل. سبيل مثال، واحد بيجيب كتير هيحصل معاه كذا، واحد بيعمل هيحصل معاه كذا، البوليسي. غير كده ان هي بتساعد المدير ان ياخد القرار السهل والبسيط والمتكرر. سهل لانه بيتبع البوليسي، بسيط لانه واضح للجميع، متكرر لانه مش هيطبق على واحد وما يطبقش على التاني. غير كده ان هي بتحط الاسس الموضوعيه العادله للتعامل داخل الشركه. يبقى كده فهمنا ايه هي الاتش ار بوليسيز. هي الجايد اكشن ان اورجانيزيشن توورد ذا اتشيفمنت اوف اتس اوبجكتيفز، عشان نحقق ايه؟ الاوبجكتيفز بتاعتها. جميل. قبل ما نخش على الدسكشن ده هرجع تاني للشريحه اللي فاتت.
قول بعض الناس اللي شغاله في الاتش ار عندها خلط شديد جدا ما بين الامبلوي هاند بوك والبوليسي مانوالز. يعني في ناس بتعتقد ان الهاند بوك اللي بيعمله الاتش ار وبيسلمه الموظفين هو ده البوليسي. لا، في فرق، في فرق. الهاند بوك از نوت ذا سيم بوليسي مانوال. ليه؟ لان الهاند بوك عباره عن سمري من الانفورميشن عن بعض الاشياء اللي بيحتاجها الموظف عشان يقدر يالاين بالمنظمه، يرتبط بالمنظمه وينتجريت مع المنظمه وينتجريت مع الموظفين المحيطين بيه. ده مش في البوليسي. البوليسي دي اشبه بالبايلو، لائحه بتاعه الشركه. احنا ماشيين بالشكل ده وبنعمل كده. برضه بنأكد ان البوليسي مانوال ده بيركز على ايه؟ بيركز على all the policy decisions a company has made، كل السياسات والقرارات اللي الشركه بتتخذها خلال اي اكشن بيتاخد او اي مشكله بتحصل. جميل. سؤال بقى للديسكشن، بيقول لك يعني هل ينفع، بس يعني خلي الديسكشن ده يبقى من خلال اسئله احسن، لان يعني مفترض كنا احنا عملنا ليه مقدمات كتير، بس خليه انا اعمل لكم سينو جيم. السينو جيم دي هتنفع اكتر من الديسكشن اللي احنا هنشتغل عليه. بس هو بيركز على ايه؟ بيركز على اهميه البوليسيز. طبعا لازم البوليسي تكون يعني نفس الكلام اللي انا كنت لسه بقوله اهو، اللي هو الثري ميجرز بتاعت البوليسي، ان هي بتريت فيرلي اند اوبجكتيفلي. فيرلي بعداله وموضوعيه، وبنفس الوقت الرابط ايه عشان ديسيشن، ونفس الوقت برضه بت ايه بتسولف بروبلم اند ديفند ديسيشن. البلوي هاند بوك برضو احنا اتكلمنا عليه وقلنا الفرق بينه وبين البوليسي. الجزئية دي برضو مهمة، ناس كتير بتقول انا كصاحب شركة، انا كصاحب شركة عايز احدد كام موظف يشتغل معايا في الشركة في إدارة الـ HR. معايا السؤال ده؟ هفتح فيه ديسكشن تقدروا تكتبوا اللي انتوا عايزينه. السؤال ده هفتح فيه ديسكشن تقدروا تكتبوا اللي انتوا عايزينه. الشركة طبقا الستاندر اللي هم حاطينه من 60 ل 80 مش محتاجة HR position. تخيل، ومن 100 ل 200 محتاجة واحد، وما يزيد عن 200 محتاجة اتش ار مانجر وسبيشال واخصائيين. ده الستاندر اللي هم عاملينه. الستاندر اللي انا شغال بيه كماجد، واحد لكل 50، واحد لكل 50، كل 50 موظف عايزين واحد اتش ار يعمل لهم كل حاجة. كل 50 موظف عايزين واحد اتش ار يعمل لهم كل حاجه. لان على سبيل المثال، وعلى فكره برضو انا يعني معترض معاهم على ان محددين السايز بالعدد بتاع الامبلويز، لان لو مثلا شركه فيها 80 واحد كلهم شغالين في السوفت وير، الواحد عندي يساوي ملايين ده انظمه. يعني دي اللي ده الستاندر اللي هم حاطينه كمنهج، وعلى فكره بتيجي في الاسئله الجزئيه دي، بس يعني عشان ده الستاندر اللي هم حاطينه ودي المنهجيه اللي هم حاطينها. بس انا بقول لك في ارض الواقع لكل 50 موظف عايزين واحد اتش ار، عايزين واحد اتش ار. جميل. والمعيار بيقول من 60 ل 80 موظف
مش شيء الزامي للاتش ار بوزيشن. ومن 100 ل 200 واحد بس يكفي، ومن 200 ويزيد عنهم عايزين بقى موارد بشريه واخصائيين وكلام جميل. طب هنيجي هنا بقى، ده شكل الامتحان على فكره. قبل ما هشرح الشريحه دي، عشان الاجزاء اللي فاتت اللي عايز يسال عن اي حاجه يسال، لان الشريحه دي بعديها يعني ثلث ساعه بالظبط وهيبقى خلصت ان شاء الله. احنا عايزين ملف الباوربوينت على الجروب. طيب حاضر، اكيد هيبقى على الجروب وهيبقى اكتر من الباوربوينت على الجروب. جميل. ازاي اقل من 80؟ مش لازم. انا قلت لك يا عبد الله ان الموضوع ده الستاندر اللي هم حاطينه، مش انا اللي انا حاطه، بس انا قلت لك انا بشتغل واحد لكل 50. ما ينفعش الشركه يبقى فيها اتشار، ما ينفعش الشركه يبقى فيها اتشار. بس على فكره الجزئيه مهمه جدا، الجزئيه المهمه اللي انا عايز اقولها لك، في فرق ما بين الاتش ار والادمن. بمعنى في فرق بين الشؤون الاداريه او شؤون العاملين والموارد البشريه. الحته دي عايزه تفصيل كويس اللي انت اتكلمت فيه. الجزئيه دي بقى ايه اللي متعارف عليه، ودي حته بره المنهج اللي احنا بنركز عليه، اللي متعارف عليه ان كان شؤون العاملين هي الموارد البشريه، وكان بيخش جوه الموارد البشريه الشؤون الاداريه. الكلام ده حاليا غير صحيح بالمره. شؤون العاملين وحضور وانصراف واستمارات التامينات، وخلص لك اوراقك وخلص لك حاجاتك وخلص لك يعني الالتزامات الاساسيه الاداريه بتاعت الشغل، دي شؤون عاملين. انتقالاتك والباص والموظف وراح وجه ومش عارف ايه، دي شؤون اداريه. الاثنين دول في علم الموارد البشريه اصبح لا وجود لهم، عشان بس الكلام واضح. شؤون العاملين مش موارد بشريه، شؤون العاملين شؤون اداريه. وعملوا اداره شؤون اداريه ودخلوا جوا شؤون العاملين، لان شغل الاتش ار كاتش ار كبيور فانكشنز اللي احنا وريناها لكم السبع فانكشنز اللي فاتوا، ونفكركم بيهم تاني لو انتوا عايزين تفتكروا الفانكشنز تاني، اللي هي الستافنج والبرفورمانس ايفالويشن والكومبنسيشن اند بنفيتس والتريننج اند ديفلوبمنت والانجينير ريليشن والهيلث اند سيفتي اند سكيورتي والاتش ار ريسيرش، كل دول ما لهمش علاقه بالايه؟ بشؤون العاملين او بشؤون الاداره. شغل الادمن ده ما بقاش جوه الاتش ار. جميل؟ شغل الادمن ما بقاش جوه الاتش ار. ولذلك هنا الموضوع بيختلف. مين الكاتب؟ مين الكاتب بيرسونال؟ محمد المقرصي. جميل، صح، هو صح التعريف بتاع البيرسونال، بس ما بيتحطش جوه اداره الموارد البشريه. يعني بالنسبه لمحمد ما بيحطش جوه اداره الموارد البشريه، ده الصح. جميل؟ لاني عارف الخلط ده خلى ايه؟ خلى يعني بتوع شؤون العاملين مش فاهمين الاتش ار عايز ايه. فهم بالنسبه لهم الاتش ار ان انا اخلص التامينات وان انا اخلص المرتبات وان انا وان انا وان انا وان انا والحاجات دي كلها. جميل؟ جميل. يجي هنا بقى للسؤال ده، وانا حاطط السؤال بالاجابات، المحاضرات الجايه هتبقى الاسئله من غير اجابات. المحاضرات الجايه هتبقى الاسئله من غير اجابات. هنا بيقول لك ايه الفرق difference between policy manual and employee handbook is that policy manual ايه؟ ده انا بعتمد على حاجه مهمه جدا عشان اقربك الامتحان، ان انا اجيب لك اسئله من الانظمه بتاعت الامتحان اللي موجوده. ان انا اجيب لك اسئله من الانظمه بتاعت الامتحان اللي موجوده. فبيجي السؤال زي كده بالظبط، زي كده بالظبط. ده متاخد من على الـ HRCD modules.
بيقول لك الفرق ما بين البوليسي مانوال والبلو هاند بوك. فاول حاجه بيقول كونتين سمري انفورميشن اونلي، يعني البوليسي مانوال عندها سمري انفورميشن اونلي، ولا البوليسي مانوال اكسبلين ذا هيستوري اند كالتشر اوف ذا كامري، برضه مش معقوله يعني اللي بيعمل سمري انفورميشن ده بيعمل ايه؟ هو الهاند بوك. الهاند بوك هو اللي بيعمل سمري انفورميشن، الهاند بوك هو اللي بيحط فيه الهيستوري والكالتشر بتاعت الشركه. وبرضه ريتن باي ليبر يونيون، بيتكتب البوليسي مانوال ده بيتكتب خلال الاتحادات العماليه، يعني مثلا نقابه عمال الزجاج او نقابه عمال الاسمده او اي نقابه عماليه هي اللي بتحط البوليسي بتاعت الشركه؟ لا طبعا. بس البوليسي مانوال بيفرق عن الهاند بوك في ايه؟ انه اطول واكثر تفصيلا، اللي هي دي اد مور ديتيل. هنا الفيدباك اللي انا كاتبه لك ده زي ما هو موجود في الاتش ار سي بي سيستم اللي هو بيعمل لك بريبريشن للشهاده. وهنا بيقول لك ايه لو انت قريت؟ بيقول لك هاند بوك از نوت ذا سيم از ا بوليسيز مانيوال از موست اف وي كومباين ذم انتو وان دوكيومنت. طبعا الحاجات دي انت تقدر تقراها من خلال الماده العلميه اللي احنا هنحطها على الجروب. كفايه كده اسئله ولا نحط اسئله تاني؟ ان شاء الله المحاضره تنزل على الجروب. نكمل اسئله؟ نكمل. ماشي جميل. السؤال الجاي ده بقى برضه اجابته موجوده. ودي انا اتعمدت ان انا كده كده احنا هناخدها فيما بعد، يعني هناخدها في الدرس الجاي، بس دي هتفتح لك هتوري لك الحته اللي احنا لما اتكلمنا عليها عن الانتجريشن بتاع الاستراتيجي والالاينمنت، دي هتوضح لك الحته دي. بيقول لك a statement that explains such things as why does our organization exist، ليه المنظمه بتاعتنا موجوده، and what business are we in. الحتتين دول بيتحطوا فين في الاستراتيجي بتاعت الشركه؟ الاستراتيجي ستيتمنت ولا السيستم ستيتمنت ولا الفيجن ستيتمنت ولا الميشن ستيتمنت؟ هي الميشن ستيتمنت هي اللي بتقول حاجتين، ليه الشركه دي موجوده وليه والبيزنس ده بيعمل ايه ولا رايح فين ولا هيسوي ايه. جميل. سبب الوجود وهيعمل ايه البيزنس ده، وهناخد في الميشن دي المحاضره اللي جايه ان شاء الله. تاني نكمل ولا كفايه اسئله؟ نكمل بس من غير اجابات؟ لا المره دي هنمشيها باجابات، المره دي هنمشيها باجابات. ده سيستم تاني للاسئله. انا حبيت بس اديكم الاسئله بالشكل ده وبالاجابات ليه؟ تقرب لكم الفكرة بتاعة الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان عايزة ايه. يعني هنا مثلا في المواد الأمريكية بيحبوا الاختصارات قوي، يعني هنا مثلا دي كلمة منظمة أسبانية، بيقول لك مثلا دي شركة أسبانية بتشتغل as an international hard discount supermarket chain. دي competitive strategy is provide to lowest cost. شفت اول ما شفت lowest cost يعني ايه؟ تخفيض التكلفه. product by minimizing operational cost. اخيرا ما انا قلت لكم اما في الاستراتيجي بتاعتي ابقى انا استراتيجيتي cost leadership لازم كل حاجه تقلل الكوست، يعني لو انا استراتيجيتي التكلفه قليله لازم كل شغلي انا يقلل التكلفه. فهو هنا كاتب ايه؟ باي ايه؟ مينيمايزنج الاوبريشنال كوست، يعني التكلفه بتاعت العمليات المنتج دي العمليات الانتاجيه تقل. جميل؟ وايه تاني؟ لوست كوست برودكت، يبقى منتجي قليل. نفس الوقت لازم الكوست ليدر شيب ده يبقى ايه؟ يبقى اجيب ناس كاليبرز كويسه جدا في الاتش ار عشان والكوست تبقى يعني واضحه. الاستراتيجيه دي بقى ايه بقى؟ الاستراتيجيه راجل بينافس بالتكلفه،
ان منتجاتها تبقى تكلفتها قليله. هو حاطط هنا دايما في الاختيارات ركز كده بيجيب لك اتنين قريبين من بعض اللي هو ايه ديفرنشيشن وايه الكوست ليدرشيب، واتنين ما لهمش اي علاقه ببعض لا الفيجن والفوكس. يعني في الامتحان هيجيب لك اجابتين ما لهمش علاقه بسؤال خالص واجابتين قريبين جدا من بعض، بس هنا بيقول لك الكوست الديفرنشيشن او الاختلاف. لو انا عايز اعمل منتج يونيك محدش يعرفه او محدش يشتغل او محدش بيعمله غيري او منتجاتي بتطلع بشكل مختلف شوية، الابل فيها جزء من ده، ان انا مختلف. الكوست ليدرشيب هتلاقي ان سامسونج برضو عندها جزئية، سامسونج مثلا هتلاقي عندها الجزئية دي. الفوكس دي الفوكس استراتيجي دي نوع من انواع الايه الاستراتيجيات، ان انا ببقى مركز على حاجه معينه ويعني وهناخدها السيشن الجايه ان شاء الله. بركز استراتيجيه التركيز، انا مركز في اريا معينه على منتجات معينه على مزايا تنافسيه معينه وهي دي بس وصابب جم اهتماماتي وتركيزي فيه. الفيجن طبعا اللي هي الرؤيه دي كلنا عارفين، بس احنا كده الاجزاء اللي فاتت دي كان خدنا مقدمه عن الشهاده، الشهاده دي عباره عن ايه، بنركز فيها على ايه، وهي هتفيدنا في ايه، وهتضيف لنا ازاي، والامتحان هيبقى امتى، وتكلفه الامتحان ازاي، والشروط بتاعه الامتحان. بعد كده ادينا مفاتيح، المفاتيح اللي احنا ركزنا فيها ايه، قلنا اهميه الفاينانشال باك جراوند، اتكلمنا عن ازاي يبقى فيه استراتيجيك الاينمنت، اتكلمنا عن الاتش ار فانكشن، وبعد كده خدنا في بعض الاسئله عشان نقرب لكم الفكره. طبعا السيشن النهارده يعني ممكن يكون بسيط شويه بس في نفس الوقت هو بيوضح الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. اللي جاي محتاج تركيز اعلى ومحتاج ان احنا نكون ايه مرتبين اكتر، هو بس النهارده كده. الشهاده بتحتاج تجديد بس كلام فارغ يعني وحاجات بسيطه يعني. بس كل يعني بعد سنتين من تاخدها بتتجددها عادي يعني. مش دايما. جميل، ناخد اسئله كمان. ده سؤال تاني اهو بيقول لك the process by which an organization creates the product or service it offers to the customer is known as the value chain. دي برضو من الحاجات اللي احنا يعني هناخدها المره الجايه. وبقول لك ايه value chain، دي سلسله القيمه، دي من الحاجات اللي بيجي فيها اسئله كتير جدا، لان كل جزئيه في value chain يقول لك دي في value chain، دي في value chain، دي في value chain. وهناخدها بالتفصيل ان شاء الله بشكل تفصيلي يعني موضح بشكل دقيق جدا المره القادمه باذن الله. بس يعني زي ما انت شايف كده هو جايب حاجتين قريبين من بعض، هو جايب اجابتين قريبين من بعض. جميل، احنا من يعني اللي بيقول كفايه اسئله، احنا بنحاول نقرب لك الفكره، بنحاول نقرب لك الفكره عشان بس الامور تبقى ايه اكثر وضوحا والموضوع ايه تعرف الموضوع. ماشي، ده اخر سؤال بيتكلم عن الاصوات الاناليسيس، برضو هناخده المره اللي جايه. احنا بس بنوري شكل الاسئله، ويعني هيبقى بقى ايه النص ساعة الأخيرة في المحاضرة الجاية مجرد أسئلة فقط. واعرف إن لازم أكتر حاجة هركز فيها على الجروب، كل شوية هتلاقي سؤال، إن شاء الله المرة الجاية الساعة 8 عشان صلاة العشاء بالنسبة للناس اللي في القاهرة. كل شوية هتلاقي سؤال. جميل. والله يعني الجماعة بتوع أكاديمية الضريبة ما فيش مشكلة بالنسبة لهم، هم حددين لي ميعاد يفتح القاعة وميعاد تقفل فيه القاعة.
اي اسئله؟ احنا فاضل لنا 10 دقائق. اي اسئله؟ ماشي. المره دي فتيح والكلمات والساعات ماشي. انا هحط لكم بي دي حلو على الجروب فيها كل مصطلحات الاتش ار. بس على فكره اهم من المصطلحات انك تفهم الامتحان ما بيجيش تلقيني، الامتحان بيجيب لك كيس يقول لك هتحل دي ازاي، هتعمل دي ازاي، زي ما هو بيحكي لك في السؤال اللي فات بالظبط. يعني انت شفت السؤال اللي هو ده يقول لك شركه بتقلل في التكلفه وبتعمل كذا وبتعمل كذا، هي دي تبقى ايه؟ انا يعني الهاند بوك موجود، وهحط لكم الستاندرد ترمينولوجيز بتاعت الاتش ار سي اي، هحطها لكم على الجروب، دي هتفيدكم جدا. مفيش كلمه هقولها هنا اللي ما فيهاش الترمينولوجي بتاعتها في البي دي اف اللي انا هحطها بعد ما اخلص على طول. الماتيريال باور بوينت دي طبعا ان شاء الله هتكون موجوده باذن الله. العرض اللي احنا حاطينه ده لسه قدامنا فيه حضرتين عشان نخلصه النهارده، ما خدناش فيه حاجه على فكره، ده كلام بسيط خالص اللي خدناه النهارده. الترجمه العربي، يعني بص اقول لكم حاجه، يعني حته العربي دي انت هتمتحن بالانجليزي. الترجمه العربي انا بتكلم بالعربي في كل حاجه، انا ما بتكلمش انجليزي خالص. بس هي المفترض البريبريشن كورس ما تاخدش ولا كلمه عربي عشان تبقى مؤهل للامتحان بشكل كبير. تمام؟ باب الاسئله مفتوح للي عايز يسال. الكورس النهارده دي محاضره، فاضل 12 محاضره. يبقى انت بقى يا سيدي فاضل 12 محاضره بس، ممكن نكثف شويه بس ان شاء الله نخلص قبل رمضان باذن الله. لا الشرح الاول وبعد كده الاسئله مش هينفع ان الشرح الاول وبعد كده الاسئله، ده هيضرك مش هينفعك على فكره. ليه؟ لان انت لازم من اول لحظه يبقى في ذهنك الاسئله عامله ازاي. ده اللينك بتاع الجروب اللي احنا شغالين عليه واللي هتلاقي عليه اختصارات كتير جدا. طيب ما احنا ان شاء الله الاسئله من المره الجايه هتبقى بدون اجوبه وهنكمل بشكل يعني مختلف شويه، بس النهارده عشان دي اول محاضره. المحاضرات المسجله من خلال الاكاديميه هم المسؤولين عن التسجيل والمونتاج والحاجات دي كلها. طيب في اي استفسارات تاني؟ ان شاء الله بناء على الناس اللي في القاهره عشان صلاه العشاء الساعه 8 ان شاء الله ننبلهم طلبهم ده ونخليها من 8 باذن الله. في اي اسئله تانيه؟ 8 بتوقيت القاهره، هيبقى بتوقيت القاهره بس برضو يعني الكلام ده يعني على الجروب لا بريك الصلاه احنا هنأجل الميعاد نص ساعه عشان بريك الصلاه ده ما ناخدوش الصراحه، لان هي ساعتين، معنى ان احنا بناخد بريك صلاه وده بيتوضي وده هيصلي وده هيبقى الامور صعبه شويه. الجروب مغلق، الجروب اللي احنا عاملينه مغلق. وعلى الجروب انت هتلاقيني على الجروب لو حد عايز يستفسر في اي شيء على الجروب انا موجود. صعب البريك ان احنا ندي بريك، صعب ان احنا ندي بريك. انا مش عايز اقول لكم عدد المحاضرات غير كافي بالمره عشان نقدر نعمل البرميشن الصح، عشان ده رابط الجروب تاني اهو اللي عايز يشوفه. والله مش المهم ان انت تشوف الحلقات، المهم ان انت تركز. دراسه الموارد البشريه بتفيد طبعا في دراسه اداره المشاريع. البريميفيرا مش عارف، ما عنديش معلومه. طيب انا برضو موجود لغايه اخر وقت. انا موجود لغايه اخر وقت في اي تفصيل في اي حاجه انت محتاجها. والله احنا قلنا برضو حته تفيدني في ايه دي احنا اتكلمنا فيها كتير الصراحه. ويعني في نقطه مهمه جدا عشان بس اوضح الشهاده دي، يعني ايه الناس اللي هتمتحن فيها هي اللي عندها خبره في الموارد البشريه.
اللي موجود وعايز يستفيد اهلا وسهلا، بس الاولويه لاهل الموارد البشريه او الناس اللي شغاله في التخصص. بس انت كمعلومات هتستفيد جدا، هتستفيد جدا. اشوفكم على خير، نشكركم على الساعتين اللي احنا قضيناهم مع بعض. اتمنى ان يعني احنا كنا 101 او 102 فرد النهارده، اتمنى ان كل واحد من 102 فرد اللي كانوا موجودين على الجروب ان شاء الله يكونوا استفادوا. وجزاكم الله خير. واي ملحوظات، اي حاجه احنا عايزين نطورها في ال 12 محاضره اللي جايه، احنا جاهزين وموجودين نطور اي شيء. واظن ان الفايده الاكبر من المحاضره هتبقى على الجروب بتاع الفيسبوك، لان التفاعل بتاعه هيبقى اقوى بكتير جدا، والردود فيه هيبقى فيها اريحيه كبيره. هقدر احط لك رابط، هقدر احط لك فيديو، هقدر احط لك حاجات كتير جدا تقدر تستفيد بيها. الاهم من الكورس ان انت تبقى فهمت الكورس، الاهم ان انت تقضي الساعتين ان انت تبقى فهمت الموضوع بشكل كبير جدا. بس انا تاني احط لكم الرابط بتاع الجروب اهو، ثالث مره احطه. افترض ان دقيقتين والقاعه هتغلق طبقا للتعليمات الاكاديميه. كان الرابط بتاع الجروب اهو. اشكركم، جزاكم الله خير. ويا ريت يا ريت اهم حاجه المره الجايه نقرا شويه في الكتاب اللي انا حطيته على الجروب قبل المحاضره عشان الفكره تبقى واصله. اللي عايز يعمل بريبريشن قوي يبقى الجزء، وهتلاقوا الماتيريال الباوربوينت موجود على الجروب، اقروا الباوربوينت قبل ما نبتدي المحاضره. احنا هناخد كل الجزئيه بتاعت الاستراتيجي بالكامل، الفاليو تشين، الميشن ستيتمنت، الفيجن، الحاجات دي كلها. وهناخد كمان حاجات في يعني لو احنا عايزين نقول بشكل تفصيلي اكتر هنخش على الاورجنايزيشنال استراتيجي، الاورجنايزيشنال انفايرمنت، الهيومن ريسورس بلاننج، ده اللي هنختم بيه. وهيبقى فاضل لنا بس محاضره ونخلص الجزئيه دي. شكرا ليكم. الكتاب موجود على الجروب، وكل الماتيريال هتلاقوها موجوده على الجروب. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.